اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناة صحتك كنز حياتك. انا هتكلم معاكم النهاردة في ازاي تعقموا المطبخ بتاعكم. احنا بنعقم باقي الشقة وباقي الحاجات اللي بتجيلنا من برا بحب الكلور، مخففين بشوية مية زي ما احنا عارفين، بس احنا ما ينفعش خالص اللي احنا نستخدم الكلور ده جوه المطبخ. فاحنا بدل الكلور ممكن نستخدم مطهر طبيعي اللي احنا نعقم بيه المطبخ بتاعنا. زي ما انتوا شايفين قدامكم كده، انا هستخدم الخل او الليمون، براحتكم انتوا ممكن تستخدموا الاتنين في انتوا تعقموا المطبخ، بس انا بحب استخدم الخل لوحده. الطريقة اللي انتي ممكن تعمليها ان انتي تجيبي الخل ترشيه على المطبخ. انا بعمله بالطريقة دي، انتي ممكن تخففيه بمية زي ما انت عايزة، بس انا بحطه مركز بالشكل ده على المطبخ، على المطبخ كله. بعد كده انا بجيب قماشه بستخدمها مخصصه للمطبخ، بغسلها دايما بميه سخنه واريال، بجيبها وبمسح بيها المطبخ بتاعي كله بالشكل اللي انتوا عارفينه كده. الخل يا جماعه مش بس مطهر، احنا ممكن نستخدمه عشان نقتل الجراثيم، عشان بعد الشر ما يجيلناش العدوى او فيروس كورونا زي ما انتوا عارفين اليومين دول. الخل كمان بيحل الازمه اللي بنتعرض بيها كلنا في الصيف، النمل والحشرات. بعرفي وتأكدي ان الخل مش هيقضي بس على كورونا ان شاء الله، لا ده كمان هيقضي لك على النمل والحشرات اللي بتجيلك في المطبخ. لو عجبك الفيديو ممكن تعملي اشتراك ولايك للقناة، وممكن توصلي الفيديو ده لكل اصحابك عشان يستفادوا من المعلومة البسيطة دي.